على الأردن نتيجة حبنا وولائنا وانتمائنا لهذا البلد الذي احتضن الجميع، كلمة واحدة ممكن نقولها، نقول آه عليك يا وطني. رح أحكي بمقتطفات سريعة اليوم بهاي الحلقة عن أخبار من هنا ومن هناك، يمكن أي واحد رح يسمعها رح يحكي الله يعين الأردن. أولا رح أبلش بموضوع حكينا فيه مبارح وقلنا أنه مع أول شتوى في الشونة الجنوبية، وهذا موضوع لازم نحكي فيه كتير لحتى الجهات المعنية من وزارة، ابتداء من وزارة التنمية الاجتماعية للوزارات المعنية للأجهزة المعنية، أنهم ينتبهوا لفصل الشتاء ويكونوا على أعلى درجة من الجاهزية. الشونة الجنوبية ومياه الأمطار التي تغرق عددا كبير من البيوت هناك مع أول شتوة، هذا أولا. ثانيا رح أحكي بمقتطفات سريعة، يمكن اللي رح يسمعنا رح يقول في خبر من الشرق وخبر من الغرب. ثانيا في كل محافظة من محافظات المملكة عم نسمع للأسف عن عنف مجتمعي، مشاكل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، هنا شجار بين مجموعة من الأشخاص وتبادل إطلاق النار، وهناك جماعة من الشباب تغلق شارع اعتراضا على مثلا على سبيل المثال مشكلة حصلت بينها وبين عشيرة تانية، وهناك أيضا شاب يقبل على الانتحار وهو في مقتبل العمر. هاي مشاكل يمكن نتيجة الضغط اللي بتعرض إله الجميع، ممكن إنه يتولد عنا مشاكل ما أنزل الله بها من سلطان. ثلاثة، وللأسف الشديد رح أركز كتير على هذا الخبر، هناك بعض الجهات التي كانت تجلد الذات وتجلد الأردن تحديدا، وكانت على الدوام، أنا ما بدي أسميها ضد الأردن، لكن كانت تنتظر من الأردن في عز ما كان الأردن مجروح الكثير الكثير، وكنا نقول يا جماعة خلينا مع الوطن مش على الوطن، لكن ما كان في حدا عم بسمعنا. ليش؟ كنا عم نحكي عن بعض الجهات اللي كانت بتطلع وفي عز وجع الأردن كانت تنادي بشعارات تخص جهة فلانية وجهة علانية. الآن هاي الجهات في فترة من الفترات، وأنا لا أخص جهة معينة حتى ما يقولوا عم نتهاجم من قبل وصل صوتك، لا عم نحكي بشكل عام، هاي الجهة بفترة من الفترات وجميعكم يعلم كانت تلتقي بسفراء بعض الدول الغربية ويجتمعون معهم ويتحاورون معهم. أنا كابنة وطن وأنت وهو وهي، يعني لو وضعنا هذا الموضوع بين قوسين ما كنا رح نلاقي أي مبرر لاجتماع جماعة تنادي بحقوق الأردن وتدعي بأنها خايفة على مصلحة الوطن والمواطن إنهم يجتمعوا مع سفير دولة غربية، إذ لا إذا كان هناك، وهذا التفكير الأول اللي ممكن يخطر في بال أي شخص منا، إلا إذا كان في هناك أجندة يودون تنفيذها بالتعاون مع هاي الجهات. هلأ النقطة هاي رح توصلني لنقطة ثالثة، وهي هذه الجهة الآن تنادي بمحاسبة وبالتتبيع أو التتبع على موضوع التجسس على الاتصالات اللي سمعنا عنه من فترة من قبل جهات وبعض الدول الغربية. إن كنتوا أنتوا الآن صرتوا ضد أمريكا مثلا وبتطالبوا بأنه يكون في تحقيق دولي على هذا الموضوع، ليش في يوم كنتوا بتجتمعوا مع السفراء الممثلين لهذه الدول وكنتوا تنادوا بمصلحة الأردن اللي الله يعينه من وين بده يتلقاها لا يتلقاها؟ خليني في نفس الموضوع، بعض نوابنا الأكارم الذين يدعون حب الوطن والمواطن، نعلم بأن هناك علاقات دبلوماسية مع بعض الدول ونعلم بأن هناك بروتوكولات معينة، لكن لا أعتقد بأنه هالخبر العظيم أن نسمع سفير دولة فلانية يزور أحد المعارضين أو يطلق عليه بأنه معارض ويتناول المنسف في منزله، ونرى مجموعة من الصور لنواب حاليين وهم على نفس السفرة عم بتناولوا المنسف. إذن لا داعي للشعارات الرنانة التي تخالف جملة وتفصيلا توجهكم واللي عم نشوفه الآن. ثلاثة، منظمة العفو الدولية بتطالب من الأردن إبقاء حدودها مفتوحة أمام أكبر عدد من اللاجئين السوريين. ألا يوجد غير الأردن هذا البلد المحدود الموارد والإمكانات في هذا العالم كله ليتحمل تبعات الأزمة السورية وكل الأزمات المجاورة في محيطنا العربي؟ ليش بس الأردن دائما اللي هو تحت المجهر وكل الدول الأخرى يعني مركونة على جنب؟ أيضا بيطالبوا من الأردن إنهم ينهوا القيود المفروضة على حركة الإخوان الفارين من سوريا إلى الحدود، يعني وكأنهم بسمحوا بدخول كل ما هب ودب، مع احترامنا طبعا للأشقاء السوريين، لكن ممكن يكون في أرباب سوابق، ممكن يكون في خلايا نائمة بدها تدخل على الوطن، فعم بيطالبوا الحكومة بإنها تسهل الإجراءات لدخولهم. وبنفس السياق أيضا الأونروا تناشد الحكومة الأردنية بأيضا معاملة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على الحدود الأردنية الآن ويودون الدخول إلى الأردن من سوريا، أيضا أن تعاملهم الحكومة الأردنية
كأسوة باللاجئين السوريين وتسمح للجميع بدخول إلى الأردن. نعلم بأن مصابكم جلل، لكن أعتقد ليس الأردن فقط هو المعني بتحمل كل ما يحصل. برضو يمكن أنا بحكي بسياسة وبحكي باقتصاد وبحكي بأمور كثيرة، لا الأردن ولا الوطن عم بتعرض لها الآن في ظل كل هذا. المواطن والأردن برضو تعلق على شماعة الوطن فقط، أسعار فلكية تباع فيها الخضروات والفواكه. للأسف هناك سوق سوداء إن كانت الحكومة لا تعلم الآن للخضار والفواكه. الصبح يا حكومتنا الرشيدة تباع الخضروات والفواكه بسعر، وفي المساء تباع الخضروات والفواكه بسعر، وهذا إن صح التعبير أو أسعفني القول الصبح بيكونوا مراقبين وزارة الصحة، الله لا يخسر، وزارة الصناعة والتجارة موجودين وممكن يروحوا للأسواق. وإن كان يعني هاي الإجراءات أنا بعتبرها محدودة لأنه لحد الآن ما في عنا عملية ضبط مضبوطة للي عم بيصير، ممكن إنهم يتوجهوا للأسواق ويمنعوا إنه يكون في تلاعب بالأسعار ويخضعوا كل المحلات للتسعير الحكومية اللي معروف عنها. لكن في المساء إذا يمكن أنا شاهدت على أحد المواقع الإخبارية صورة الفاتورة اللي بيعطوك إياها لسعر الخضروات والفواكه بالتوقيت الصبح سعر والمساء سعر من نفس المحل التجاري أو من نفس المول، والحكومة غايبة فيلة والتجار ضربوا بهذه الأسعار الحائط وصار رأيهم أو شهورهم من رأسهم لا معبرين حكومة ولا غيره. وبالنهاية كل هذا يعلق على شماعة الأردن. أيضا بعد كل هذا عم نسمع يمكن تصريحات لدولة عبدالله نصور تشير انه انخفاض شعبيتي هو امر مبرر. يا دولة الرئيس، الموضوع لا يتعلق بحكومة ولا بشعبية فلان ولا بشعبية علان، كلنا ابناء وطن، كلنا مع الوطن، واسم الاردن دايما انا بقول ابدا منا كلنا، فلهيك بكفي يعني الله يعين هذا الوطن شو بده يتحمل لا يتحمل. اختم هاي الكلمة برسالة عمان ورح نحكي كتير عن هذا الموضوع بعد ما اخذ هذا الاتصال. طولنا عليهم، مساء الخير. ألو، طارق أبو زيد من المملكة العربية السعودية. أخ طارق مساء الخير، كيف حالك أختي، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بألف خير جميعا، وأنت بألف خير، كله بخير وشعبنا كله بخير وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم. الله يخليكم. كيف كان العيد عندكم يا طارق بالسعودية؟ لا أنا عيت بالأردن. بالأردن جميل جميل. أنا جيت يوم إلي أربع أيام جاي خمس أيام، بس أنا إلي تعقيب. أنا حكيت معك العام الماضي. نعم طبعا احنا الاردن اردن ضيافه. نعم. اردن سياحه، بس للاسف طريق الازرق. نعم. بتخرب كل هاي، يعني المعبر الازرق هذا معبر الكويت، القطر، السعوديه، الامارات. نعم. جميع الدول الخليجيه معبرها عن الطريق هذا. نعم. وعندنا بوابه الازرق هاي يستحي ان يمر فيها عرباي مش سيارات او سياح او دول شقيقة أو دول عربية تخش للسياحة. نعم. أنا حكيت معك العام الماضي تتذكري؟ متذكرة. وحكينا مع وزير الأشغال، وزير الأشغال قال لك العطاء جاهز، المنحة السعودية. بتتذكر إيش كان ردهم؟ هلأ عم بنفذوا العطاء طارق إذا ما بتعرف. بس أختي هذا الحكي من خمس سنوات وهم يقول العطاء مدخل الأزرق. والله العظيم أنا بمشي 1600 كيلو من الدمام حفر الباطل، بمشي بطريق كأنك ماشي على صايد أربع صيدات، طريق الأزرق صايد واحد 40 كيلو 40-50 كيلو، كأنك يعني 1600 كوم وال40 كيلو هذول لحالهم كوم. نعم. أنا واحد من الناس لما أدخل على الأردن بدفع دخولي سيارة، جمارك، تأمين إجباري، ضريبة أولادي 10-10، لو يوم واحد تبرعوا فيه للأسلت هذا خلصوه من 5-6 سنوات. نعم. بلا يعني إيه، وكمان عندك أنت طريق هاي حرام لو يوسعوها شوي يحطوا فيها مثلا جامع، استراحة صغيرة هيك اللي بحب يريح من الحدود، يضغطوها شجر، يزينوها. أنا نفسي أخت عروب أتمنى إنه لو جلالة الملك يقول بدي أزور الحدود السعودية، أتمنى أقول يا رب إنه هيك، صلي خمس سنين أقول يا رب إنه جلالة الملك يزور الحدود السعودية، الحدود الأردنية السعودية، يعمل زيارة عشان نعم. يسووا الشارع. نعم. أتمنى، لانه لما يكون في زياره رجال سيدنا بزبطوا مسؤولين كل الطرق وبتصير كل الطرق منيحه، سلامتك بصير زين الشوارع. اتمنى. نعم. اتمنى. نعم. من الله. يعني امبارح دوله الرئيس الوزراء بيحكي احنا بلدنا سياحه وعلى عقبه وكذا، والله ايش الواحد بيفتخر. انا واحد من الناس بحكي لزملائي روحوا على البصره عندنا في الاردن، قال لا يا اخي تكفى الله يخليك، نروح طريق الازرق تبعك وهي والله طريق موت. والله ما احكي لواحد يقول لي طريق، قال لي احنا تبرعنا السعوديه تبرعت للطريق هاي، ما في دولة تبرعت لهاي على الفاضي. ها
هلا حرام طارق، بالكثير. يعني كل الحكي اللي انت بتحكيه انا معك فيه، بس هلا يعني انت اخر مره اجيت على الاردن كانت بالعيد؟ يوم الجمعه، انا يوم الجمعه الماضي انا دخلت، يوم الجمعه الماضي. هلا طارق احنا يعني يمكن كمان غير، يمكن اذا بتتابعنا دائما كمان من حوالي اقل من شهر كان معنا وزير الاشغال مهندس سامي هلسي على الهواء، وحكى يمكن حكينا كثير عن هاي الطريق وحكينا مطولا. الان فرق وزاره الاشغال موجوده بهذا الطريق ويعني جاري تنفيذها. انا بعرف انه الموضوع طال وطول، بس بعنا الله بدنا نتحمل شويه طارق، ان شاء الله انه الامور تكون طيبه وهذا الطريق ان شاء الله بيكون يعني لائق، وانا بعرف الحجم الهائل اللي بمر عليه، لكن بدنا نصبر شوي طارق. شو بدنا نساوي؟ يد الله ويدك ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله كل عام بخير، وسنه هجريه ان شاء الله جديده عليك علينا وعليكم سعيده ان شاء الله. شكرا يا طارق، وشاركنا دائما، تحياتنا لك ولكل الجاليه الاردنيه المقيمه في المملكه العربيه السعوديه. ما بننسى العم ابو محمد متابع شرس لوصل صوتك في السعوديه، وايضا ام خالد مساء الخير خالته، زمان ما سمعنا صوتك على الهواء، تحياتنا لك. ناخذ فادي صقار، مساء الخير فادي. فادي مساء الورد، شلون ست عروب؟ اهلا وسهلا يا فادي. والله بس صوتك واطي شويه، مش سامعك. هيك سامعني؟ تفضل فادي عم بسمع. ست عروب تفضل. قبل تقريبا اربع ايام اخذت اخوي على المستشفى في الرمثة. نعم. مستشفى الرمثة الحكومي. نعم. اخوي معاه تامين صحي له تبع المحروقات. معاه تامين صحي، تامين الفقراء. اوكي. ومعاه تأمين. أوكي. يا ستي بس جينا نحاسب ونم بدهم منا تقريبا دينارين وعشرين، قال هاي كشفية الطبيب. نعم. فات سوري نفس السلافة بقولوا ليرتين وعشرين وما معاشوا، بقولوا شاي وثيقة حكومية للاجئين السوريين. يعني نعم. السعر السوري نفس السعر الأردني مثلا ليرتين وعشرين وندفع ليرتين وعشرين. أفادي أنا رح هلأ زملائنا عم بسمعوا الموضوع فبقولوا لي آه طبعا، أنا بدي أجاوبك مش آه طبعا، تخيل أنه نفس السعر، يعني ما بعرف هاي هذا خلل حكومي وخلل في الإجراءات الحكومية أشكر خبر، يعني المواطن الأردني يعامل زيه زي أي ضيف من ضيوف الوطن، والله العظيم هذا حرام، بس هيك قانونا هيك يا فادي. وقبل أسبوع رحت مع صاحب إلي على نفس المستشفى بالليل ما دفعناش ولا قرش، طب ليش اسبوع هذا قبل اربع ايام اخذوا مني ليرتين وعشرين واللي قبله ما اخذوش مني؟ يعني مره باخذ ومره لا. طيب عموما فادي في مستشفى الرمثة احنا هيك ولا هيك رح نتواصل مع وزاره الصحه، انا رح استفسر لك عن هذا الموضوع. اخوك بس شو تامينه فادي؟ دعم محروقات. تامين دعم المحروقات هذا اللي يسووا للجميع. طيب 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 تابعنا فادي، شكرا وسلامته لاخوك. الله يسلمك. شكرا. احمد من الامارات مساء الخير احمد. فقدنا الاتصال، انا اسفه احمد طولنا عليك، يا ريت ترجع تحاول الاتصال فينا. اكمل بس ما دام انه الاتصالات وقفت دقيقه. رساله عمان، احنا بنحكي اليوم عن الاردن، الاردن بالنص ومن كل جهه المشاكل تتكاتف على هذا الوطن. رساله عمان هي رساله اطلقها الهاشميين، يمكن تتحدث في تفاصيلها وفي طياتها عن الكثير من المعاني السامية تتعلق بديننا، تسامحنا، التآخي، الأخلاق، أطلقها الهاشميين. ومثل هكذا رسالة يجب أن تكون يعني سامية بكل المعاني، وهي بالفعل سامية، لكن للأسف عم نسمع عن تصريحات هنا وهناك من بعض المسؤولين وممن كانوا يتولون مناصب عليا في هذا الوطن. هذه الأخبار تشير إلى أنه بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وأنا آسفة جدا على هذا الطرح لكن هذا ما نسمعه الآن، وهي يعني تصريحات للوزير السابق معالي محمد نوح القذاب، نوجه له تحية، تشير إلى أنه رسالة عمان يعني هناك بند في وزارة الأوقاف يشير إلى أنه 50 مليون دينار أردني كلفت الحملة الدعائية لهذه الرسالة، ولكن في حقيقة الأمر لم يتجاوز مبلغ الدعاية 100,000 دينار. أين ذهبت هذه المبالغ يا مسؤولين؟ يا حرام عليكم، والله العظيم حرام. علما بأنه هذه اللجنة هي موجودة من 10 سنين، من أو مش 10 سنين، هي تم إطلاق رسالة عمان في 2005، يعني من 2005 لا زالت موجودة لا اليوم. إن كانت هذه التصريحات مضبوطة يجب محاسبتهم من قبل ديوان المحاسبة ومن قبل هيئة مكافحة الفساد وكل الجهات المعنية، ويعني هيا دولة